بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا اليوم عن دولة الصين، المناخ والحياة النباتية والحيوانية. يتنوع مناخ الصين بسبب اتساع المساحة الكبيرة، وبيتميز مناخ الصين بمواسم من الجفاف والرياح الموسمية الرطبة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في درجات الحرارة بين الشتاء والصيف. فصل الشتاء الرياح بتكون شديدة البرودة وجفة، بينما فصل الصيف بيكون عندي رياح جنوبية آتية من المناطق البحرية بتجلب معها الدفء والرطوبة. لما نكمل كلامنا عن دولة الصين هنلاقي ان المشهد الطبيعي والحياة الطبيعية والنباتية فيها بتتنوع بشكل كبير بسبب اتساع المساحة وتنوع التضاريس، حيث يوجد بها غابات وسهول وصحاري جافة في الشمال، أما الغابات فمتمركزة في شرق البلاد. الصين بتعد واحدة من بلدان قلائل يوجد فيها تنوع أحيائي، حيث تقع فيها منطقتين أحيائيتين كبيرتين، الإقليم القطبي في الشمال والإقليم المداري في الجنوب. فيها أنواع حيوانية متعددة تختلف باختلاف البيئات النباتية الموجودة فيها. لما نتكلم عن الخصائص البشرية للصين هنجد إن الصين أكبر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان، 1,386,000,000 نسمة، وده خلاها الدولة الأولى في العالم من حيث عدد السكان، ده إحصاء عام 2017. نسبة النمو السكاني الموجود فيها أقل من 1%، ويبلغ معدل المواليد في الصين حوالي 13 مولود في الألف. أما لما نتكلم عن الوفيات فهنلاقي إن الوفيات عندنا 7%، يعني منخفضة جدا طبعا بسبب الرعاية الصحية دي. متوسط العمر فيها حوالي 72 للذكور، 72 سنة يعني للذكور، و77 للإناث. تعترف الصين ب 56 مجموعة عرقية مختلفة، أكبر وأهم طبعا هذه الأعراق هو عرق الهان المشكل 90% من السكان. معظم السكان أو نقول حوالي 50% منهم بيدينوا بالديانة البوذية. النصرانية موجودة ولكن مش كتير، عارفين نطاق محدود. المسلمين بيتمركزوا في الغرب، يعني في الجزء ده الغربي اللي بيسمى الحزام الإسلامي في أقصى غرب الصين، اللي وصلت لها الفتوحات الإسلامية في المناطق الغربية. المسلمين حوالي 2% فقط من السكان. في الصين أكتر من 2000 جامعة ومؤسسة تعليمية، ولغة الهان احنا قلنا قبل كده هي اللغة الرسمية، وبالتالي هي لغة الدراسة في الجامعات الصينية. قطاع الصحي متطور جدا، وطبعا ظهرت بعض المشكلات الصحية الناشئة عن تلوث الهواء طبعا بسبب الصناعات الكتيرة الموجودة في الصين وتنوعها، ده أدى إلى تلوث الهواء. أنا أكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله نكمل معاكم الصين في الدرس القادم.